مشاهدينا الكرام متابعينا الالكتروني، معنا نورا أكوجيل عميدة النادي الجمعية الرياضية دار الطلبة للفئات فئات الإناث كما قلنا لكرة القدم الصغرى التي فريقها الذي فاز بوصافة دوري البطولة الوطنية للجمعية الخيرية. نورا مادام يتشكل مثلا الانتصار ده مثلا تتمنى ان تقول مثل المرتبة مثلا الثانية، اتوقع مثلا ان تقول تفضل المرتبة الثانية مثلا. لا صراحة نتوقع معنا نقول المرتبة حيت مشكور الظروف الناظرة اللي دخلت جات معنا ودخلت تسمح لي نفوز تلعب دور نتا كون ديت تلعب دور زيد تقمت المهم زعما درتيني هضره تقصد بالنسبه للتدريب تسكمت كان التدريب شويه تسكمت كان اسبوع ايام لا هو على حسب توقيتنا والله الا الخميس وانا تعمر كنت اول مره ناليس الفينا مش كلهم العناصر ناليس نلعب شعور نضيق الانتصار ده مثلا فرحه بزاف نشكر المدرب نغي يستغرب نشكر الاطر الاداره الجمعيه بصفه عامه من زعما في تنميه النادي الرياضي. اخر سؤال بالنسبه كيفاش اللي تزوج ريسكه المزوجه كتغورين دوانا كرة القدم ثم ايضا العقبات العائلة مثلا وتنقص كل العقبات كان لا صراحة العائلة تساعد بزاف تشجع ماشي انت العائلة تقول ديك غير في شرر نورا أكوجيل عميدة الفريق المصغر كرة القدم المصغرة الفائز بوصافة دوري البطولة الوطنية لكرة القدم للجمعية الخيرية. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، دائما كما قلنا معنا السيدة حسنة كلال مديرة دار الطالبة مثل غير، كيف تلقيتم فوز أو بالوصافة الفريق الإناث البطولة الوطنية هذا الإنجاز كيف تلقيتمه؟ شريف أولا لمدينة سنغير بصفة عامة وكذلك دار الطلبة سنغير بصفة خاصة، فتلقينا حقيقة هذا التشريف بفرحة عارية، خصوصا أن مثلا هذا المسار ومسلسل وليس فقط تسويق جاء في لحظات معينة مسار تويج أولا الفريق إقليميا ثم جهويا وأخيرا وطنيا. أستاذة بالنسبة كاين شي مجهودات اللي درتوها شي خطط عمل طيله هذه السنوات باش نوصلوا لهذا المجهود، واش هكذا عابتان مفاجأة ولا أنه كاين شي خدمة كاين شي؟ دائما أي إنجاز إنسان واحد بل هو ثمرة لمجهودات جبارة عمل جمعي من طرف الجميع سواء الإدارة الطاقم الإداري أو التربوي أو الجمعية، فهذا كوكتيل لمجموعة من آخر كلمة أو آخر كلمة كنتمنى
طيبة، مسيرة موفقة دائما وأبدا، والمزيد والمزيد من العطاء للجمعيات داخل إقليم تنغير، لأن مثلا هذا العمل الجمعوي، بالعمل الجمعوي يمكن للبلد أن يتقدم، بالعمل الجمعوي أيضا يمكن للإنسان أن يموت، لكن عمله هو الذي يبقى. شكرا جزيلا. معنا السي احمد الجزولي عضو المكتب الجمعيه الخيريه، ايضا ظل مرافقا للإناث والفتيات التي لواتي فزنا بالوصافات البطوله الوطنيه للجمعيه الخيريه لكره القدم. السي احمد، مثل القميض الفوز هنا كنيميكا اعضاء الجمعيه الخيريه، الشعور انك كيف تصف شعورك بفوز هذا الفريق؟ علينا من كتمس بيروت يعني من صوت الفرق كتم غير ذا لأنك خبوة جمعة سيزر عشان سيدين التروادة تشارك في سيشيرلا تشارك في سيشيرلا كمبانيا حدث بست الأخصائي الأكلية الجهة ونادي ميفيرا، يعني الأول مرة بنا تصوت النهاية وخصوصا أنه النهاية المسار الوطني السنة ناوة ديني ديس في كلوب ديس تشارك في نيك العام لكلوب بخطر زلت دخلنا نتي استزا، يعني نزيد البطولة الوطنية ثلاثة المرات متتالية، يعني تشرفت إلى نادي الكلوب على بالنسبة للمنطقة نتين غير السنة هو كان نت جد متواضع، يعني المؤسسة تفهم مؤسسة دار الطالب دار الطالبة خاطر الأستاذ ناصر الحسكة أستاذ الطوال طبعا على المجهودات من جميع الجمعية الخيرية والطاقة التربوية للمؤسسة، يعني استطاع أننا نتصل غير النهاية كبركان وتتوجه خاطر نفرح بزاف تشرت الدوام عن سيرفر، نتمنى خلاص ندبر الفرص لان نخدم هنا حاليا باش ندوس في الكلوب بلايز من لون، بحكم انه انا كامل غادي في الفينال جات من لون كادير ندوس في الكلوب بلايز من لون، استقبلنا الكلوب صراحه عجبنا. ما درس نتكلم الفريق ديك المنطقه تلعب ميس نيت دومي سبعين ولا جيت كان عارك كلمه تاع لاعب جيت كونا على يقول لك واش كنت تشارك لعب البطوله لا غير متاحه ديال المؤسسه تاع الوطني هو دار البطوله الوطنيه الدوري تاع الوطني يعني شو سكون انت بعد على انك تناوي الشكل شكل ديال بيت في الوطن، ولكن الامكانيه نعم انا كل المؤسسه اللي نخدم هو الامكانيه البطوله الوطنيه، ولكن دخلنا ممكن ان تشرات انه بين لان ديال متفوقات ديال فرق تاس دول سكادير لاني بروشي ممكن تسكن البكالوريا مفترض ديال الاسقاء تسكن تسكوي ممكن تواز الاعلام المحلي يزن الجودة ديال تسكن يعني تغطية الانشطة كبيرة توقع يعني كثير غير الدار المشكل الاعلام دائما. لا شكرا على واجبك. معنا احدى المستفيدات ايضا من جدار طالبة جمعية الخيرية بتنغير، كيف تلقيت الفوز ديال الإناث وأنت كفتاة أيضا كيف تلقيت الفوز ديال الفريق ديالكم؟ صراحة الفوز ديالهم كيشرفنا بزاف، ومنين تلقينا الخبر كلشي فرح، لا لا بعيد وهذا شرف لنا يعني كيشرفنا بأنهم إيه. ما اشتركتيش معاهم أنت ما مشيتيش معاهم؟ لا لا حيت هما دايرين فقط الإعدادي والثانوي، ولكن التكوين النهائي ما يمكنوش يشارك. واش ممكن كتشوفي بانه ممكن يمشيو بعيد؟ ممكن عندهم يعني عندهم بزاف المهارات اللي تخليهم بعيد. اخر كلمه اللي ممكن تقوليها انت حول هذا؟ كنقول لهم الله يوفقكم والله يساعدكم ان شاء الله يكون خير. شكرا جزيلا لك.